مشاهدينا الكرام، قميص أبيض غير كل الأقمصة، غير كل الألوان، أبيض ملكي بالعراقة والمجد والجماهيرية، لون أبيض مخيف رغم أنه الأبيض يتقمص عديد الأندية في العالم، لكن هذا اللون غير شكل ثاني، أبيض عريق ومجيد، أبيض بكل الجماهيرية العالمية، يحمل اسم ريال مدريد في استاد رهيب، نادي ملكي عديد. الريال أوروبيا هو فريق أكبر المواعيد بتسع ألقاب والسلطان وحاكم الزمان الأوروبي، مهما ابتعد عن الألقاب إلى حد الآن منذ 2002. مدريد العراقة والتاريخ، افتح الارشيف، المراكي فوق الجميع في دوري الابطال، مدريد الشامبيونز، ثلاثة القاب في اخر اربع سنين، بطولتين ورا بعض، ولا فريق حقق هذا الانجاز، حقيقة القاب فلكية في فترة زيدان، محارب الصحراء، ريال روعة، ريال ممتع، ريال يشيخ، ريال يساهي، ريال يفرح العشاق، ومدريد عنده كورة. الريال يلعب وكأنه في البرنابيو أمام الأنصار، يتغير الكادر، يتغير الستاد، يتغير الخصم، يتغير أمامه الألوان، ولكن اللون الأبيض ما زال طاغي في كل مكان في سماء الشامبيونز ليج. هذا جمهور الريال جايين من مدريد، صادمين على كل مدينة، على كل عاصمة في كرة أوروبا. جمهور الريال يتغنى بسيد أوروبا في آخر الأعوام، 12 شامبيونز ليج في التاريخ، وأنا قلت بوادر الكلام، الريال الملايين، الريال 12 شامبيونز ليج، مدريد العراقة والتاريخ، الألقاب كثيرة وافتح الأرشيف، المرينجي فوق الجميع، ألقابهم كثيرة، بأمجادك لن يتعدوك وبألقابك يتحدوك ولكن لا يصلوك يا المرينجي. الريال حتى لما ما يقنعش، الريال حتى كي ما يلعبش يعرف يسلك اموره، انها تشينات يا ساده. حجم الارتقاء بالراس يا ولد، وتعوده عوده 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 كبيره بعد معاناه، في الاوقات العصيبه يظهر معادن الرجال واصحاب القدرات العاليه، وراسيه عاليه وشباك وهدف وانتفاضه وعوده ريال مدريد. النصر من جلساته دون الورى، والسعد والإقبال من أعوانه، فلا أشكر أن صنيعه بين المنى وأطاعن الفرسان في ميدانه. يعني كذا تشوف ريال مدريد تقول لازم عنده أحسن مدرب، لازم يكون عنده أحسن اللاعبين، لازم يكون عنده أفضل رئيس نادي، لازم أفضل كل شيء، كل شيء أفضل كذا كذا، صنع لنفسه مكانة تاريخية يجب أن يكون من خلالها أفضل.